أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حصة جديدة من المشهد المغاربي. منذ إعلان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي انتهاء التوافق مع حركة النهضة، دخلت العلاقة بين الطرفين طورا جديدا يغلب عليه التوتر القريب من الصدام، إذ بعد أن كانت حركة النهضة شريكا لحركة نداء تونس الحزب الذي أسسه قائد السبسي، تحولت إلى خصم يشكل خطرا على الرئيس نفسه على حد تعبيره. لم يكتفي السبسي بالحديث عن تهديد النهضة له، بل فتح ملف التنظيم السري الذي تتهم الحركة بامتلاكه، هذا بالإضافة إلى اتهام رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالانقلاب على رئيس الجمهورية، تهمة وجهها أمين عام حزب نداء تونس سليم الرياحي. ويعتقد كثيرون أن الرياحي ما كان ليفعل ذلك لولا علم ومعرفة الرئيس. فما هي دوافع السبسي لتغيير موقفه تجاه النهضة؟ وما تأثير ذلك على المسار الانتقالي؟ وهل يعمق ما يحصل من مناكفات سياسية أزمة الثقة بين المواطنين والفاعلين السياسيين؟ هذه الأسئلة وغيرها نجيب عنها في سياق حلقة اليوم، البداية مع هذا التصريح لرئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي. نغمض عينيا يمكن شيء يجيبوا لي هالوحدة ذي نقول لهم ردوه، وشنو السر اللي ثم هو يتوى المسألة مفضوحة، العالم أجمع يتكلم عليها، هل جهاز سري هل جهاز غير سري، وما عاش سري تو بعد كل شيء. لكن يظهر أثار حفيظة النهضة وصدروا بيان في الليل كيفاش الرئيس يقبل كذا، وتكلموا عندكم في المجلس شو يقبل يا اخينا في وردهم، اذا يظنوا واني انا توا كيف يقولوا الكلام هذا ينبات ما نرقدش في الليل وغلطين. انا ضميري مرتاح، نحب تونس لباس، انا ماني وقت مشيت نصرح بالمكاسب قال لي سي العميد اللي كان عميد قال لي وزاد لازمك تصرح بالمصالح، قلت له كيفاش؟ قال لي ما هكا قلت له بالمصالح ما في باليش، اما عندي ما تصرح. قال لي تفضل، جاب لي ورقه في بالي باش نكتب. قلت له انا المصلحه نتاعي اللي عندي فيها مصلحه هي مصلحه تونس، ما دام متفقين هكا نمشيو مع بعضنا في هذا الموضوع، تفصلنا معناها في الموضوع. دونك انا في وضعي هذا مش عندي ما يخمم على شكون، وانا البيان اللي عملته النهضه ليلتها يعني في الحقيقه في تهديد لي، شو انا مش نسمح بهذا؟ اذا خلالك الجو فبيضي وفرخي، اما معناها ما تاكلش هذه الامور. طيب، كان هذا جزء من كلمه رئيس الجمهوريه اثناء الاجتماع المجلس الاعلى للأمن القومي التونسي، كلمة كما قال هو على غير العادة، رد فيها على بيان حركة النهضة الذي تحدث البيان على عدم يعني أو طالب بالنأي بمؤسسات الدولة على رأس رئاسة الجمهورية في الدخول في الصراعات السياسية. كان هذا رد السبسي على هذا البيان. للتعليق إذن على هذه العلاقة المتوترة بين النهضة وبين السبسي وكذلك حزب نداء تونس، أتشرف بأن يكون ضيفي اليوم الأستاذ عادل حامدي الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك أستاذ عادل. أهلا وسهلا أستاذ سمير، وأسعد الله مساءك ومساء التونسيين جميعا، وأن تكون تونس بخير بعيدا عن هذه السجالات والمناكفات والاصطفافات. طيب، غير وطنية بالأسف. ما تعليقك على كلام السبسي؟ يعني ما هي دوافع رد السبسي؟ كان يشكر في النهضة ويثني عليها في أكثر من مناسبة ويقول هي سبب كذلك التوازن والتوافق معها خيار ومشاء أو خيار من 2014 إلى الآن 4 سنوات. ما الذي جعل السبسي ينقلب على حركة النهضة؟ طبعا لا يمكن القول بأن الحديث الذي أدلى به الرئيس التونسي يخرج عن سياقه سواء المحلي أو الإقليمي أو الدولي، ف
فخطاب الرئيس الباجي قائد سبسي أو علاقة الرئيس الباجي قائد سبسي المتوترة بالنهضة تنطلق من شعور بأن النهضة خذلته مرتين. المرة الأولى عندما لم ترشحه في الانتخابات الرئاسية عام 2011 بعد الانتخابات المجلس التأسيسي وجاءت بالمرزوقي بدلا منه في الرئاسة التونسية، والمرة الثانية عندما رفضت التعديل الحكومي الشامل، أي أصرت أو دعت إلى الإبقاء على الاستقرار الحكومي وبقاء يوسف الشاهد على رأس الحكومة، وهو ما اعتبره الرئيس الباجي قاسي اعتبره خذلان له في الساحة السياسية. ثم الأمر الأكثر ربما حساسية أن هذه التصريحات تأتي بينما تزداد الاصطفافات داخل الإقليم. فالرئيس الباجي قائد السبسي الذي صرح بهذا الكلام ضد حركة النهضة استقبل قبل يومين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو واحد من ضمن محور عربي يعتقد بأن هذا المحور هو ضد ثورات الربيع العربي، ويعتقد بأن هذه الثورات هي جزء من مؤامرة على الشعوب العربية أو على الدول العربية، وبالتالي فهذه التصريحات هي نوعا ما استقواء بهذا المحور أو انخراط إذا جاز التعبير في هذا المحور. والنقطة الثالثة وهي الأهم أن الرئيس الباجي قائد السبسي يعتقد الآن بأن الوقت أصبح مناسبا ليتقاسم الأدوار بشأن الموقف من حركة النهضة، فقد سبق هذا الخطاب أو هذا الاتهام سبقه أن ترأس لأول مرة مجلسا وزاريا منذ توليه الرئاسة عام 2015، أي بطلع العام 2015، وصادق هذا المجلس على مقترح قانون للمساواة في الإرث بين الرجال والنساء، وهذا القانون الآن سوف يعرض على البرلمان، وأعتقد بأن الأغلبية قد يحوز على الأغلبية في البرلمان، بالنظر إلى أن الكتل الرئيسية داخل البرلمان هي مع هذا القانون، وبالتالي فالحرب على حركة النهضة أو على الإسلام السياسي بين قوسين هي حرب مستمرة ومستعرة واضح. ولها أوجه متعددة. جميل. ما هي السؤال، وهي هذه هو الحوصة الخطاب، ما هي مصلحة الباجي؟ سأعود لك لإجابة عن هذا السؤال وحتى تأخذ وقتك كذلك، لأن حتى لا أترك ضيفي ينتظر كذلك على الهاتف. ورحب بالشاعر والمحلل السياسي الأستاذ بحري العرفاوي معي من تونس عبر الهاتف. مرحبا بك أستاذ العرفاوي. مرحبا. طيب، هل موقف هذا الذي وصفه البعض بأنه انقلاب على حركة النهضة بدأ بإعلان فك الارتباط في الحوار التلفزي قبل أسابيع وثنى بهذا التصريح أثناء المجلس الأعلى للأمن القومي، والذي قال أن النهضة تهددني، يعني ما هي دوافعه بتقديرك؟ يعني ما الذي يدفع السبسي نحو هذا الموقف الذي يتجه رويدا رويدا ربما نحو الصدام مع حركة النهضة؟ شكرا على هذا السؤال. أنا أعتقد بأن الرئيس الباجي قائد السبسي الآن هو واقع تحت عملية تحويل وجهة أو عملية اختطاف بالتدقيق، وأنا قرأت منذ أسابيع تدوينة للمناظر العرب حميد جلاسي يقول اتركوا لنا رئيسنا الباجي قائد السبسي، الذي بالتعاون مع الأستاذ راشد الغنوشي استطاع الاثنان الخروج بتونس من المأزق السياسي ومن ملامح الاحتراب الأهلي إلى مرحلة من التوافق دامت حوالي 4 أعوام. الآن الباجي قائد السبسي لا أعتقد أن النهضة هي التي فكت الارتباط معه وابتعدت عنه، ولكنه عندما تكلم في قناة نسمة أول مرة وأعلن أن النهضة هي التي فكت الارتباط فكأنه وقتها أراد أن يقول أنه يرفع يده على النهضة، وكأنه أعطى إشارة لخصومها يقول لهم دونكم وإياها. وفعلا منذ أعلن الباجي قائد السبسي أن النهضة فكت الارتباط، رغم أن النهضة أصدرت بيان من الغد وقالت نحن متمسكون بالتنسيق مع سيادة رئيس الجمهورية وأننا ما زلنا على التوافق ولكننا مع الاستقرار الحكومي ونحن نفصل بين ما هو
مبدئي وطني وبين ما هو عاطفي ربما الذي يقع الحالة العاطفية أو الحالة الدلال العائلي أنا سميتها في مقال التي يقع تحتها الباجي قائد الشبشي. قلت من الغد منذ أن أعلن الباجي قائد الشبشي أن النهضة قد فكت الارتباط بدأت حملة ضد النهضة ورأينا كيف وقع استحياء أو إحياء ملف الاغتيالات وبدأت التحركات وأخيرا كانت الوقفة الإضراب العام في الوظيفة العمومية والاعتصام أمام المجلس أمام البرلمان وهم يذكرنا فعلا كأن عملية استدعاء لاعتصام الرحيل الذي حصل في 2013 وكأن الباجي قائد الشبشي يقول لحركة النهضة أنا الذي قمت بفرملة التحركات والاحتجاجات وعصام الارتحال أنا القادر على أن أعيد إحيائه. طيب سيد عرفاوي أنت قلت أنه كان الرئيس في حالة اختطاف أو تحويل وجهة، من اختطفه؟ من يحول أو حول وجهته بتقديرك؟ الرئيس وقع تحت ضغط عائلي وهذا مؤكد وهذه حقيقة وأنا كتبت نصين في هذا المجال. الرئيس وقع تحت تأثير عائلي يعني هذه حقيقة. محاولة التوريث أو الضغط عليه يبدو أنه لم يستطع أن يقاوم هذا الضغط العائلي. النهضة تصرفت بمسؤولية تقول أن الاستقرار الحكومي قبل العلاقات الشخصية وقبل المواقف العاطفية وأن الشاهد ليس ثمة ما يبرر الاستغناء عنه ما لم تعرف الحركة من سيخلفه. هذا الذي كانت تقوله النهضة، تقول نريد أن نعرف من سيكون بعد الشاهد، يعني نحن لا يمكن أن نفرط في الشاهد ولا نعرف من سيأتي بعد الشاهد. ففعلا هناك عملية اختطاف عائلي لي واستغلال وضعياته ربما الصحية وظهر عليه الإنهاك والتعب وهذا مهم في اللعبة السياسية، يعني خصوم حركة النهضة يستفيدون من هذه الوضعية والآن هم يشتغلون بقوة وبصوت عال وتحركات يعني قوية هناك ضغط كبير الآن على حركة النهضة، هذه ما يسمى بالغرفة السوداء وبالتنظيم السري وآخر يعني فكرة هي أن الباجي قائد الشبشي كان مهددا بالاغتيال وهو يعيد يقول يعني رئيس دولة مسؤول عنه واضح يعيد يقول مثل هذا الكلام. ابقى معي استاذ عرفاوي، ابقى معي ساعود اليك عادل حامدي مره اخرى. الدوافع التي كنت تريد ان تتحدث عنها بتقديرك التي تجعل السبسي بهذا الموقف. هنالك جزء تحدث عنه الاستاذ بحر العرفاوي قبل قليل ويتصل بالوضع العائلي والخلافات العائليه وربما المطامح الشخصيه، بمعنى ان الرئيس الباجي قائد السبسي ينحاز الى ابنه في الصراع داخل حزب نداء تونس، لكن الأهم من ذلك هو أن هنالك لوبي آخر، يعني الحديث عن أن الرئيس ربما بلغ من العمر ونصحته منهكة وأنه لا يستطيع، أنا أعتقد بأن هذا اتهام يعني لا يجوز في السياسة، بمعنى أن الرئيس يتحرك ضمن إطار أو ضمن لوبي داخل القصر وهذا اللوبي معروف بتوجهاته اليسارية الاستئصالية، ونعرف الآن هذه العلاقات الوطيدة سواء بين الجبهة الشعبية والقصر الرئاسي والتصريحات التي أدت بها المستشارين المقربين من الرئيس الباجي قائد السبسي ومعروفون أيضا بانتماءاتهم اليسارية، ثم وهذه أيضا مهمة للغاية العلاقة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يعتبر أهم نقابة عمالية في البلاد وإضراب الوظيفة العمومية الشهر الماضي أو هذا الشهر، ثم التهديد بإضراب وطن وضرب الوظيفة العمومية في يناير المقبل، وهذا بالرغم من أن هنالك مطالب محقة للعمال إلا أن هنالك مخاوف من أن هنالك نوع من التنسيق المباشر أو الاستخدام إذا جاز التعبير للنقابة من أجل الإطاحة بالحكومة، وهنالك مخاوف أخرى وهي هذه المخاوف مهمة للغاية تتصل بموضوع الجهاز السري الذي يتحدث عنه الرئيس الباجي قائد السبسي وهذه أول مرة أن الرئيس
يدخل وهو رئيس لكل التونسيين الأصل في الأشياء أن تترك هذه الأمور للقضاء حتى يقول فيها كلمته. الآن الحديث في هذا الملف على العلن ثم في قصر الرئاسة ثم ترك المجال لقيادات في الجبهة الشعبية داخل القصر الرئاسي، لاحظ بأن المشكلة ليست في أن الرئيس هو الذي قال هذا الكلام، لا، هي جهات يسارية طرف في خصومة داخل الوضع السياسي في البلاد تتحدث كلامك من داخل يثبت من داخل القصر منطق منطق الاختطاف، يعني إن لم يكن أسري فهو على الأقل في محيطه في لا يعني بمعنى أن هنالك نوع من التوافق والالتحام بين تيارات سياسية، يعني القاسم المشترك بينها هو استهداف حاجتين، المسار الانتقالي الديمقراطي ثم الحركة الإسلامية، أي عودة استئصال، عودة الفكر الاستئصالي من جديد. وما يبرر هذا الفكر الاستئصالي هو الحديث عن الجهاز السري، رغم أن الأمر في بيد القضاء ورغم أنه حركة النهضة نفسها ومسؤولين داخل الحكومة أدلوا بشهاداتهم وقد طلب منها أن يدلوا بشهاداتهم وأدلوا بشهاداتهم، وأصبحت الأمر شبه المطوي أو الملف شبه المطوي لأنه جميل. تم تجاوزه من عام 1995، لكنني أخشى أن يكون هذا هو الخطير للغاية، أخشى أن يكون أن الرئيس الباشي قائد السبسي ومن معه يعتقدون بأنهم بانحيازهم لخيار الاستئصال وخيار مواجهة الثورة ومحاولة أيضا وقف الانتقال الديمقراطي والتشويش عليه هو في محاولة للانخراط في ضمن محور عربي تدفع فيه الأموال، وهذا محور خطير للغاية تقوده السعودية ومعه الإمارات أيضا. سنعود لهذه النقطة بعد قليل. أستاذ العرفاوي، أحد قيادي حركة النهضة محمد بن سالم في تصريح لإذاعة محلية يقول أن أسباب انقلاب السبسي عليهم أن النهضة تعودت أن تقول نعم للسبسي في أشياء كثيرة، لكن حينما قالت لا في تغيير يوسف الشاهد، حينما قالت لا يبدو كذلك في ملف المساواة في الإرث، هنا بدأت البوصلة وبوصلة السبسي تتجه في اتجاه آخر، على اعتبار أن هذه الحركة بدأت الآن يعني تبرز أو تبرز مواقفها وبدأت تنفصل. هل يمكن فعلا القول أنه مسألة الموقف من يوسف الشاهد ومسألة تمرير ملف المساواة في الإرث هي النقطة الفاصلة في العلاقة بين الطرفين، هي الدافع الحقيقي ربما وراء موقف السبسي؟ أنا أعتقد بأن هذه النقاط هي مجرد تفاصيل، ولكن تذكر أو نعلم بأننا على أبواب انتخابات 2019 والجميع يستعد من الآن، ورغم أن المسافة الزمنية ما زالت حوالي سنة ولكن الجميع يستعد الآن. الباجي قائد السبسي يعني ليس شخصية حدثية تقدمية جدا وليس أكثر تقدمية وفورية من حركة النهضة، حتى يزايد علي فيما يتعلق بقضية المرأة، ولكن هو أراد أن يحرجها أمام الشعب التونسي، أراد أن يقول بأن هذه الحركة، طبعا هناك من يخطط له، أن هذه الحركة التي تقيم مشروعها على العنوان الإسلامي والمبدأ والفكرة الإسلامية، انظروا كيف من أجل مصالح سياسية تتخلى عن أحكام الشريعة أو شيء من هذا النوع، وإذا رفضت فإنه سيحرجها أمام الشركاء الأوروبيين والغربيين ليقول أن هذه الحركة ما زالت لم تغادر وضعيتها كحركة محافظة وحركة تقليدية، وأن علاقتها بالمدنية والديمقراطية والحداثة هي علاقة شكلانية وليس حقيقية. كل هذا هي في الحقيقة يعني حسابات سياسية استعدادا ل 2019، وحتى محاولة إبعاد الشاهد هو أيضا لتمهيد الطريق عن تخريف شخصية سياسية أخرى النهضة تريد أن تعرف من هي هذه الشخصية. طبعا هم يريدون أن يأتوا بشخصية سياسية ربما لأنها ستمهد للفوز في الانتخابات القادمة وحتى قبل الانتخابات 2019. يعني أستاذ عرفاوي، يعني كل ما يحصل الآن هو يعني استعداد للانتخابات القادمة كله داخل في هذا الإطار؟
كل الأطراف بما فيها الأطراف اليسارية الاتحاد ماذا قال يوم 22 من هذا الشهر أمام البرلمان؟ قال نحن معنيون بالانتخابات القادمة. قال معنيون بكل الانتخابات القادمة. المعركة الآن هي معركة على الانتخابات على 2019، وهذا يبدو أنه يدين أغلب السياسيين. يعني هناك مصلحة وطنية، هناك مصلحة شعب، هناك مشكلة بطالة، هناك مشكلة تنمية، هناك مشكلة فقر، هناك تحديات كبيرة تواجه التوانسة. والسياسيون الآن يستعجلون 2019 ويستعدون 2019، وخاصة رئيس الجمهورية الذي كان ينظر إليه على أنه الخيمة الكبيرة التي تحضن كل التونسيين، الآن عندما يدخل هذه اللعبة فهي يعني غير لائقة برئاسة الجمهورية. مع رئيس الجمهورية يضع نفسه في خدمة العائلة، ويحاول أن يعني يضع نفسه في خدمة ابنه. من حق ابنه كمواطن تونسي أن يترشح للرئاسة أو للبرلمان أو لأي منصب، هذا حق دستور يضمنه الدستور. ولكن عندما تصبح العاطفة يصبح العاطفة تصبح الأبوة أكبر من رئاسة الجمهورية، عندما يصبح الابن أكبر من الشعب التونسي، واضح هذا غير مقبول. والشعب طيب. التونسي ليس غبي، الشعب التونسي جميل. يتصدى لهذا. ابقى معي أستاذ عافية وسأعود إليك. ينضم إلي من تونس الآن كذلك الأستاذ رضا بالحاج المنسق العام لحركة نداء تونس. مرحبا بكم أستاذ رضا. سؤالي عن مرحبا على الدوافع والأسباب التي جعلت الرئيس الباجي قائد السبسي يغير موقفه من حركة طالما شكرها وقال أنها ساهمت في الاستقرار واشتغل معها لمدة 4 سنوات، ما هي الدوافع الحقيقية؟ البعض يقول كل ما يحصل الآن هي تفاصيل، لكن السبب الحقيقي هو الاستعداد للانتخابات القادمة. هل هذا هو السبب الحقيقي بتقديركم أستاذ رضا؟ ليس هذا هو السبب الحقيقي. صحيح أن حركة نداء تونس والباجي قائد السبسي تعامل طيلة 4 سنوات مع حركة النهضة، لكن بالنسبة لموضوع التوافق وبالنسبة لموضوع التنظيم السري كان وعدا انتخابيا بأن الحقيقة ستكشف فيما يتعلق بقضيتي اغتيال الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي. هنالك مسار قضائي منذ سنوات انطلق، لكن في المدة الأخيرة هنالك عناصر جديدة ظهرت من خلال اللجنة الدفاع عن الشهيدين. هذه العناصر جعلت أنه هذه التطورات وتعهد المجلس الأمن القومي بالموضوع، وجعل الرئيس الباجي قائد السبسي يتخذ القرار بإحالة الملف على المجلس الأمن القومي. كذلك مسألة مشاركة حركة النهضة في عملية تغيير إرادة الناخب من خلال دخولها في تحالف مع يوسف الشاهد ووضعه تحت يدها والقيام بتحوير وزاري مخالف لإرادة الناخب الذي انتخب نداء تونس سنة 2014، هذا المسار الانقلابي الذي دخلت فيه حركة النهضة وهو مخالف للاتفاق والتوافق الذي تم بين الطرفين، جعل الباجي قائد السبسي ونداء تونس من جهة أخرى يغير استراتيجيتهما في هذا المجال، باعتبار أن حركة النهضة في اعتقادنا رجعت لطبيعتها الانقلابية. طيب. وبالتالي هذا طبيعي في بالنسبة للباجي قائد السبسي. طيب. ونداء تونس بأن تغير. نعم. استراتيجيتها للدفاع على الانتقال الديمقراطي. أستاذ بالحاج، وماذا يترتب على هذا بتقديركم؟ يعني الآن سيقع التركيز على حركة النهضة، على كشف هذا الذي يسمى بالجهاز السري، والرئيس قال معاه السري الآن، أم ماذا؟ أم ربما قد يقع توافق ما بشكل ما؟ لأن البعض قال النهضة كانت تقول دائما نعم، حينما قالت لا لمسألة الشاهد وقالت لا للمساواة في الإرث هنا ظهرت هذه الملفات. هي ليس هذا فقط، حركة النهضة دخلت في حكومة حبيب السيد بوزير واحد وكاتب دولة. عندما رأت، وهذا طبيعي في حركات الإخوان المسلمين التي نعتبر أن حركة النهضة لم تتغير، حركة الإخوان المسلمين لما تشعر بقوة، وهذا ما تم بعد الانتخابات البلدية،
اعتبرت أنها استرجعت زمام المبادرة وهي القوة الرئيسية، وهذا ما قاله راشد الغنوشي أمام كتلته. اعتبرت أن الوقت حان للانقضاض على السلطة من خلال استعمال يوسف الشاهد والسيطرة على الحكومة في هذا التحوير، والتخلي نهائيا على توافقها واعتبارها أن، وهذا حساباتها الخاطئة، اعتبرت أن الباجي قائد السبسي انتهى ونداء تونس انتهى وأن يوسف الشاهد سيستولي على حركة نداء تونس. وهذه الحسابات ظهرت أنها خاطئة. يوسف الشاهد لم يستطع افتكاك حركة نداء تونس، وباجي قائد السبسي ما زال ماسك بأوراق أساسية في اللعبة السياسية. هذه هي الحسابات التي أخطأ فيها راشد الغنوشي، كما أخطأ سنة 89 لما أراد أن يدخل في صدام مع نظام بن علي، وسنة 91 لما شعر بقوة نسبية أراد أن يدخل في صراع وافتكاك السلطة. هي الطبيعة الحقيقية لحركة الإخوان المسلمين. ظننا أنهم تخلوا عليها، لكن في الحقيقة ما زالوا على نفس الاتجاه. طيب أستاذ رضا، ضيفي هنا في الاستوديو عادل حامدي الكاتب صحفي، عنده تفاعل مع ما كنت تذكره قبل قليل، تفضل باختصار لو سمحت. طبعا لن أرد على اتهامات حركة النهضة، لأن حركة النهضة أقرب لنداء تونس مني أنا، وهم يعرفونها وقد توافقوا معها 4 سنوات. لكنني أريد أن أشير انتباهه بعد التحية للأستاذ رضا بن حاج إلى عدة نقاط. أما النقطة الأولى، هذا التجاهل التام للخلافات داخل نداء تونس. هل ما زال حزب، هل ما زال هناك حزب اسمه نداء تونس؟ طب إذا كان هذا الحزب الذي فاز بالمرتبة الأولى في البرلمان ويتمتع بكتلة برلمانية، لماذا لم يستطع إسقاط حكومة الشاهد أو الشاهد نفسه داخل البرلمان؟ لماذا يتهم النهضة وهي الآن حتى كتلتها لا تستطيع، إذا أراد مثلا الآن أن يمرروا قانون المساواة في الإرث فسيمررونه دون الحاجة إلى النهضة، لأن الكتل معها، بمعنى أن الخلاف هو خلاف داخل حركة نداء تونس. النقطة الثانية، لماذا يتجاهل السيد رضا بن حاج أن أو يقارن بين بن علي وبورقيبة وبين 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 الرئيس الباجي قائد سبسي؟ هل ما زال يدرك أن النظام تحول في تونس، لم يعد نظاما رئاسيا، وأن النظام هو نظام برلماني، وأن هنالك دماء سالت وربما مسارات سياسية تم التوصل إليها، وهي المسارات تجعل للبرلمان وللحكومة مجال العمل. النقطة الثالثة وهي النقطة الأهم، لماذا هذا الهجوم بينما يتم استثناء يوسف الشاهد؟ هل الأصل في الأشياء أن يوجه نداء تونس اللوم لنفسه ولم يحافظ؟ السيد رضا بن حاج نفسه في وقت الأوقات خرج من نداء تونس ثم عاد إليه بعد ذلك، بمعنى أنه نداء تونس حزب يعني ترهل، ربما ضعف، تلاشى، هذه لابد أن نعترف بها. هل أن النهضة أخطأت عندما رأت بأن سنة واحدة ليست كفيلة بتغيير حكومي شامل ربما يعرقل الانتخابات؟ هل هذا خطأ؟ هذه قراءة سياسية. جميل. لكن أن تكون النهضة قد انقلابية وتحويل، هذه حتى التهمة هذه التي قالها السيد سليم الرياحي حول موضوع الانقلاب الآن أصبحت شبه مسرحية ومتجاوزة، بمعنى أن السيد يوسف الشاهد لم تأتي به النهضة وإنما أتى به نداء تونس، وهو يعبر كما تقول المعطيات الأمنية، يعبر عن خلاف عائلي بين الرئيس وصهري. طيب أستاذ رضا تفضل. أولا أنا لما أتحدث على الانقلاب ليس بالمفهوم العسكري. الانقلاب الذي أرادت أن تقوم به حركة النهضة هو انقلاب باستعمال الدستور، لكن تغيير إرادة الناخب. الناخب انتخب حركة نداء تونس، حركة النهضة أرادت استغلال يوسف الشاهد الذي استعملته من خلال استقالات في كتلة نداء تونس وتكوين هذه الكتلة وتغيير تركيبة المشهد السياسي. هذا هو الانقلاب. كما يوجد محاولة للانقلاب الدستوري من خلال الاتفاق على انتخابات سابقة لأوانها وتنظيم انتخابات رئاسية، وهذا ثابت
من خلال الوقائع التي تمت. واليوم المحكمة العسكرية متعهدة بالملف، ليست مسرحية كما يقول محدثكم، هذه وقائع تعهد بها القضاء العسكري. وحركة النهضة اليوم، حالة الارتباك التي تعيشه حركة النهضة، يؤكد أنها متورطة في موضوع التنظيم السري. بالنسبة لحركة نداء تونس، لماذا هذا الخوف والقول أن حركة نداء تونس تلاشت؟ اليوم تونس منقسمة بين طرفين، حركة النهضة وحركة نداء تونس. رغم وجود الخلافات، رغم وجود الاستقالات، لا ينكر أي مواطن في تونس اليوم أن الصراع الحقيقي الذي يمثل المجتمع المدني، الذي يمثل المجتمع الحداثي، هو حركة نداء تونس. واليوم القانون حول الميراث والمساواة في الميراث، يوجد أغلبية ديمقراطية قادرة على تمرير هذا القانون. الجبهة الشعبية عبرت على استعدادها للتصويت. نعم. حتى الكتلة التابعة ليوسف الشاهد قررت بأنها ستصوت على هذا القانون. وبالتالي القول بأن نداء تونس انتهى، هذا حلم لن يتحقق. جميل. بالنسبة للنهضة ولأصدقائها. يا سيدي رضا، أنت مرة أخرى لم تجب على النقاط التي حدثتك عنها. أنا قلت سمحني أنا أشكر سمحني فقط أريد فقط توضيح منك بنقطتين أساسيتين. هل يوسف الشاهد وكتلته الأربعين نائب، هؤلاء كلهم النهضة استطاعت أن تشتريهم وتمتلكهم وأصبحوا دقيقة واحدة. هل هؤلاء كلهم تمكنت النهضة من استغلالهم، وهؤلاء كلهم أدوات طيعة في يد النهضة؟ إذا كان هذا صحيح، فبرافو للنهضة. إذا النهضة قادرة تجيب جميل. يا أخي نداء تونس، هل هؤلاء سهلين؟ واضح. العبرة بالنتائج. النهضة حاولت مع بن علي وخسرت كل شيء. راشد الغنوشي حاول 3 مرات وخسر كل شيء. معناها يوسف الشاهد دعه يرد لو سمح. معناها يوسف الشاهد والجماعة الذين معه الآن هم نهضويين. سمحني، حركة النهضة والإخوان المسلمين في جميع أنحاء الدنيا في كل التجارب يستقطبون أشخاص ويناورون، ولهم تنظيمات سرية يستطيعون استقطاب، لكن في النهاية العبرة بالنتيجة. عملية ومحاولة الانقلاب على الدستور فشلت، لأنهم لم يستطيعوا افتكاك حركة نداء تونس، واللعبة الانقلابية فضحت. وبالتالي هذا عادي بالنسبة لحركات الإخوان المسلمين، وليس حاجة جديدة. جميل. أستاذ رضا بالحاجة، المنسق العام لحركة نداء تونس، كنت معي من تونس عبر الهاتف، أشكرك شكرا جزيلا على المشاركة. ينضم إلي كذلك الأستاذ عبد الستار المسعودي، القيادي السابق في حركة نداء تونس، من تونس عبر الهاتف. ورحب بك أستاذ مسعودي. حديثنا حول هذا الموقف المتغير لرئيس الجمهورية، ومحاولة فهم الأسباب والدوافع، ثم تأثير هذا الموقف اللي باين وكأنه ماشي نحو الصدام مع اقتراب الموعد الانتخابي، تأثير كل هذا على المواطن التونسي، على ثقة المواطن التونسي في الفاعلين السياسيين، ما رأيك؟ أي في الواقع هناك لخبطة كبيرة. منذ 4 سنوات كان محدثكم الأستاذ بالحاج الآن يقول أنه النهضة معناها من ضلع الإخوان، والنهضة هي المتسببة في العديد من المآسي سواء في تونس أو خارج البلاد. هذا أعتقد شخصيا لا يشك فيه عنزتان، هذا قلناه منذ 4 سنوات. لكن الإشكال أن النداء الذي انتمى إليه والذي كنت فيه في بدايته في تأسيسه، هو الذي جعل من النهضة الآن معناها في هذه القوة مدة 4 سنوات، فتمركزت ثم انتشرت برجالها، ثم حاولت بأفكارها أن تظهر، لكن هناك في تونس قوة مجتمع مدني حالة دون ذلك. وبالتالي لاحظنا أن حد هذه الأيام، وخاصة في خروج مع
معناها خطاب الرئيس وتشبيههم، خاصة قال عندما قال إن خلالكم الجوف بيضي وفرخي، وهو يقصد حمامة النهضة أعتقد. ونقص ناقص كان باش البيت بقيت البيت نتاع طرف ابن العبد، فلا بد من صيدك يوما فاصبري. اعتقد ان النهضه الان في معناها زاويه، وان الصراع الان بينه بين الرئيس وجماعه الرئيس من هم الان في نداء تونس، خاصه ابنه هذا الذي استحوذ على نداء تونس، هو في توا الان في معركه كبيره في خصوص السلطة، لأن النهضة لها استراتيجية كانت في الإبهار والتهويل والتخويف والترهيب، وكان لابد من مجابتها. فمعناها نعرف طيب أستاذ المسعودي ربح المعارك أستاذ المسعودي مواجهة بفضلها، يعني واستعادوا ما استفادوا من تلبية البعض وتعقلوا البعض الآخر. نعم أستاذ المسعودي بدعوة مصلحة البلاد. هل تسمعني أستاذ عبستار؟ أي نعم. يعني ما ردك على أنه الرئيس الجمهورية ذاته مختطف البعض يسميه، بمعنى أنه لا يملك تقرير ما يريد فعله، هناك مستشارين يوجهون، وهناك عائلة كذلك مؤثرة في قرارات الرئيس؟ لا، أعتقد أن الرئيس الآن باعتباره، لا تنسى أن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي، وبالتالي فهو المسؤول مباشر عن أمن البلاد واستقرارها، وهو مسؤول أخلاقيا وسياسيا عن أمن المواطنين، ومن مهامه إسنادهم معناه كسلطة عليا لحفظ حقوق واستردادها في حال ضياعها أو غمتها. من هذا من حق رئيس الجمهورية بما له من صلاحيات في علاقة مباشرة خاصة بالسلم الاجتماعية. لا أعتقد أن الرئيس هنا نستطيع أن نقول أنه محتجز معناه من طرف عائلته. الآن الرئيس في ثوب رئيس دولة، معناه في زمن بورقيبة، في عندما تصدى إلى الأخوان في هو بين قوسين أستاذ عبد الستار، هذا الكلام ورد على لسان كذلك سي لازر العكرمي كذلك، قال تقريبا نفس الكلام فيما يتعلق بالرئيس وبأن الرجل مؤثر فيه بشكل كبير من طرف العائلة وبعض المستشارين كذلك. لا، هذا صحيح عندما يتعلق الأمر بنداء تونس وبتصرف في نداء تونس، فهو أسير عائلته، هذا صحيح مع لازر العكرمي. أما الآن في هذا الموضع، في هذا الملف، وخاصة هذا الملف الذي أربك النهضة وجعل معناها جنرالات النهضة معناها يشبه بالنفير العام، وهدد جلاسي فيما يتعرض للنهضة ويتعرض أبناءه ويعرف أبناء الشيطان أين يقتنون، مازال كان الهجوج وماجوج لم يذكرهم، البعض من النواب هددوا بالموت لمن يعادي النهضة. هذا في علاقة مباشرة بالملف الذي الآن هو محك فيما على المحك في خصوص الاغتيال الشهيدين بالعيد والبراهمي، وهذا الجهاز السري الذي لم معناها يبح بعد معناها بأسراره. واعتقد ان النهضة حاولت غلق ملف هذا الملف، تحاول غلق ملف الجهاز السري تحسبا للزمن الانتخابي ليس اكثر، لان الان في استراتيجية الان معناها في انحدار كلي، وبالتالي اعتقد انه الرئيس في هذا الملف هو تصرف الرئيس معناها واضح جدا الدولة معناها باعتباره طيب. قائد معناها ورئيس المجلس الأعلى للأمن القومي. جميل. أما في قلت فيما عدا ذلك في خصوص نداء تونس فلقد تصرف منذ 4 سنوات إلى حد الآن تصرف معناها واضح جدا. أستاذ عبد الستار ابقى معي، سأعود إليك بحري العرفاوي. يعني ربما إن كان لديك تعليق على ما سمعت، ثم أثر كل هذا الآن فيما تبقى من وقت هذا المناكفات السياسية، هذه الصراعات التي بدأت تطفو على السطح مرة أخرى، وسائل الإعلام لها دور كبير في هذا المجال، ما تأثيرها بتقديرك على ثقة المواطن التونسي في الفاعلين السياسيين؟ الانتخابات الأخيرة أظهرت أن المواطن التونسي لا يرغب كثيرا في المشاركة لموقف ممن يشاهدهم في الصورة من السياسيين الذين يشاهدهم في الصورة. المناكفات السياسية ألا تعمق هذا البون بين المواطن ورجل السياسة؟ نعم، مع الأسف أن الساحة السياسية الآن، أو دعني أقول أن السياسيين الآن ينفرون عموم الناس من السياسة. السياسة لم تعد فنا، لأن يعني الأصل السياسة هي أرقى الفنون باعتبارها فنون تصريف الشأن العام وما يحقق
أقصى ما يمكن من المصلحة للناس وأقل ما يمكن من الشقاء ومن التعب. ولكن مع الأسف أن المشهد السياسي الآن أو أشبه ما يكون بحالة من العراك الدائم بين السياسيين. كنت أستمع إلى السيد رضا بالحاج المرافق العام لميديا تونس، كنت عهدته صوتا يتوفر على قدر من المعقولية ومن الاعتدال والتوازن، ولكن مع الأسف عندما أسمعه يتكلم الآن عن أن حركة النهضة هي الإخوان، ويتكلم عن 79 وعن 9 وعن 91 ومعركة النهضة مع بورقيب ومع بن علي، يعني حقيقة كان يمكن للسياسيين ورضا بالحاج تحديدا الذي كنت سامع إليه أن يتكلم عن حق ميدان تونس في أن يغير موقفه وأن يغير تحالفاته، وهذا من حقه. قد يقول الأخلاقيون بأن هذا موقف غير مبدئي، وقد يقول سياسيون بأن هذه السياسة هي فن تغيير المواقع بحسب ما يحقق المصالح. أنا أقول كان ممكن أن نقول من حق النداء أن يغير موقعه وأن يراجع تحالفاته مع النهضة، ولكن دون أن نبحث عن مبررات يعني تبدو غير معقولة. يعني هناك ملف جديد للقضاء، في كل ينتظرون طيب. القضاء، نحن نريد أن يعجل القضاء الحسم في هذه المسألة حتى يعفي التونسيين من إضاعة كثير من الوقت، يعفي التونسيين من حتى التوتر قلق هذه. جميل. الآن طيب أستاذ العرفاوي، البعض يقول أنه هذا الخطاب، هذا الموقف من رئيس الجمهورية والتونسيون يقتربون من موعد الانتخابي، ليس فقط رسالة للداخل التونسي للعائلة التي ينتمي إليها الباجي قايد السبسي، بل هو كذلك رسالة إلى الخارج بحثا عن دعم خارجي، ربما دعم عربي، ربما دعم خليجي تحديدا، وزيارة بن سلمان قد تكون في هذا الإطار. أضف إلى ذلك بعض الدول الأخرى المعروفة مع كل أسف بموقفها السلبي من الثورات التي حصلت في 2011 وما بعدها. هل يخاطب السبسي كذلك بهذا الموقف وبهذا التصريح أطرافا خارج تونس كذلك؟ هو السبسي هو لسان حال مشروع الآن يعد، ولكن السبسي باعتباره الباب الكبير الذي يمكن أن يخاطب تلك الأطراف الخارجية، فيستعمل ليقول هذا الكلام لأطراف خارجية. الآن البلاد التونسية تمر بأسوأ وضعيات مرت بها، وهي مخترقة كأسوأ ما يكون، وكل الدوائر الأجنبية تفعل في تونس وتؤثر في تونس. زيارة بن محمد بن سلمان التي قوبلت باحتجاجات كبيرة وشعبية كبيرة، ودخل بطريقة يعني لا تليق بزعماء دول ولا تليق بكبار القوم وكبار السياسيين، لم يحظى لا باستقبال شعبي ولا بزيارة يعني تجوال في شوارع تونس شوارع العاصمة، ولا بندوة صحفية يحضرها الإعلام. جاء متسللا لبضع ساعات وكأنها عملية سلم وسلم، وبدأ الباجي قايد السبسي في وضعية رديئة جدا فعلا، ما كنا نحب له ذلك. الباجي قايد السبسي من يتعامل رئيس جمهورية ويشرف التوانسة يفترض أن يكون موقفه، ولكن كان يبدو متساقط وصغيرا وكأنه كان يقوم بيؤدي مهمة عائلية حقيقة. يعني كان في وضعية، انظروا صورته وانظروا كيف كان يخاطب بن سلمان، كان صغيرا متصغرا لا يليق بتونس ولا يليق بشعب تونس ولا بالموقف التونسي. هذه مرحلة سيئة ورديئة يوصلون إليها السياسيون في تونس، وهذا ما يغضب التونسيين، وهذا ما يؤثر على موقف التونسيين من السياسة. جميل. كان يمكن لكل السياسيين يعبروا عن مواقفهم وأن يخوضوا صراعا مدد سياسي عقلاني واضح وبشرائط سياسية. نعم، واضح جدا. أستاذ بحري العرفاوي الشاعر والمحلل السياسي كنت معي من تونس، شكرا جزيلا لمشاركتك. عادل نفس السؤال حتى نفهم الصورة بأكملها، هل كان يخاطب السبسي بعض الأطراف التي ربما تكون سندا كما كانت في الانتخابات 2014 لبعض الأحزاب، سندا كذلك في وداعمة في الانتخابات، أم أن الرجل لا يعنيه الأطراف الخارجية، هو عنده مشكل في الداخل يريد أن يفضه بالطريقة التي يرى أنها طريقة قانونية، وهو موجود في ذلك المكان
كما يقول هو مرارا لمراعاة والالتزام بالقانون لا غير. كنت أعتقد بأن الرئيس الباجي قائد السبسي وله من الحكمة والعقلانية ما يجعله حريصا على بلاده وعلى تونس، وأن ينهي حياته السياسية بموقف وطني مشرف، وأن يسلم الراية إلى من سيخلفه في الرئاسة كما استلمها من غيره يوم تم الانتخاب. أن يكون الرئيس غير مؤهل لإدارة حزب أو لإدارة خلاف داخل الحزب الذي أسسه وانحاز لابنه ضد كوادر الحزب وقياداته، فهذا أن يكون هنا غير منصف وغير مصيب، هذا 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 مقبول. وأن يكون عندما يتعلق الأمر بحكومة ويتعلق الأمر ببلد وبمستقبل الانتقال الديمقراطي يصبح مصيبا، ثم يستدعي طرفا بحد ذاته طرفا، وهذا هي الأخبار اليوم، هو الذي استدعى لجنة المتابعة قضايا الشكري بالعيد ومحمد الإبراهيمي ليقول هذا الكلام نكاية بحركة النهضة. ثم هذا الاستدعاء المشين وهذا المواقف أنها أن النهضة هي الإخوان المسلمين وأن الإخوان المسلمين هي ذات المواقف، كأننا لم نعرف أن النهضة تنازلت خرجت من الحكم يوم كانت هي تقود الحكم في حكم ترويكا وتنازلت طيب. عنه طواعية وذهبت طيب. الانتخابات وتحولت بعد ذلك بالتوافق مع حزب تونس إلى شريكة في الحكم. كأننا لا نعرف اليوم أن 80% من إدارة الدولة هي بيد نداء تونس. لماذا وزراء السيد الباجي قائد السبسي الذين عينهم لماذا لم يستقروا بالحكومة يوسف الشاهد فيسقطوها؟ لماذا استمروا إذن في هذه الحكومة؟ أليس هنالك يعني عقل رشيد؟ ما الذي طيب. ما الذي يدفع طيب. الى هذا الاستعداء؟ هذه النهضه هل هي كيان شيطاني جميل. نبت شيطاني من السماء ولا هي دعني عاد من جاي يعني؟ فيما تبقى من دقائق اخذ راي كذلك الاستاذ عبد الستار المسعودي في هذا السؤال. ما رايكم استاذ عبد الستار في علاقه السبسي بهذه الاطراف الخارجيه؟ بعض التقارير تتحدث، ليس هناك شيء مؤكد لكنها أخبار تروج هنا وهناك، أن بعض الأطراف العربية وربما الخليجية بدأت تتسلل إلى تونس استعدادا للانتخابات القادمة، إذن بدأت تبحث عن أطراف يمكن أن تدعمها كما حصل في 2014. هل في هذا الإطار ربما تكون رسائل أو مواقف السيد الباجي قائد السبسي؟ أستاذ عبد الستار، أستاذ عبد الستار هل تسمعني؟ طيب انقطع الخط مع الأستاذ المسعودي. السؤال في دقيقة عادل هو على تأثير كل هذه المناكفات فعلا على المواطن التونسي. هو عنده مشاكل، أزمة اقتصادية واجتماعية تكفيه، تزيده المناكفات هذه فتزيد على حاله كما يقال، ما تأثيرها على العلاقة أو الثقة مع السياسيين؟ هنالك محاولة لجر المجتمع التونسي وتحويله إلى حطب معارك في لتصفية حسابات إقليمية ودولية ضد تيار سياسي بعينه، وشيطنة النهضة واعتبارها بأنها هي تنظيم الإخوان المسلمين وأنها هي كل شر مطلق كله، كما أن هؤلاء الذين انتموا إلى هذا الحزب وتم انتخابهم من طرف التونسيين هؤلاء نبت شيطانيين أتوا من خارج تونس. لم أكن من النهضة في يوم من الأيام ولست من النهضة، لكنني أعتقد بأننا مقبلون على عام انتخابي، وأن الأصل في الأشياء أن يلتزم التونسيون الوطنية التامة، وأن يحتفظ الرئيس الباجي قائد السبسي بمنصبه كرئيس لجميع التونسيين دون انحياز لهذا الطرف أو ذاك، وأن يعترف بأنه فشل في حزب نداء تونس، وأن هذا الحزب الهجين الذي تم تشكيله بعد عام 2012 و2013 ليواجه استحقاقات الثورة ويعيد العجلة أو إلى المربع الأول، أن هذا الحزب قد حقق هدفه وأسقط حركة النهضة من الحكم، وأنه الآن عليه أن يتصرف بحكمة وبموضوعية، وأن يعترف بأن هذا الحزب
هذا الحزب يعيش صعوبات كبيرة وأن عليه أن يستعد للانتخابات المقبلة بعيد عن الاستقواء بالدور الخليجي. هؤلاء لن ينفعوه ولن يستطيعوا، حتى القوى الأوروبية لن تذهب باتجاه وقف الانتقال الديمقراطي في تونس أو عرقلته حتى وإن كانت النهضة جزء بسيط من هذا الانتقال الديمقراطي. شكرا جزيلا لك عادل حمدي الكاتب والمحلل السياسي، الشكر موصول إليكم مشاهدي الكرام على المتابعة، موعدنا في لقاءات أخرى، السلام عليكم.